بتتكلم على جزء مهم في الديزاين اللي هو بيسموه السيكونس دايجرام. انا هيهمني دلوقتي ان انا ابص على الكلاس دايجرام اللي هي الوحدات البنائيه بتاعتي واعرف ايه اللي هيبقى موجود جواه. هنا يهمني زي ما اتفقنا ايه الفانكشنز اللي انا هبقى محتاج احطها جوه، ايه اللي هي بيسموها الاوبريشن او الايه او الميثود. انا اتفقت معاكم المره اللي فاتت ان الكلاس فيها ثلاث اجزاء، اسم الكلاس، الداتا اللي جوه الكلاس، ودي غالبا هقدر اعرفها من البيانات اللي بتعامل معاها من خلال اليوز كيس ديسكريبشن. طيب ثالث حاجه اللي هي الاوبريشن، انا محتاج اعمل ايه بالظبط، محتاج اعمل ايه وامتى، فده اللي هنشوفه دلوقتي في الايه في المحاضره دي. برضو فكره ان انا الاستاتيك بعمله عن طريق كلاس دايجرام ذات نفسها، والديناميك ده اللي هنبدا نعمله النهارده. الاستاتيك مقصود بيه ايه الداتا اللي انا هبقى حاططها جوه الايه جوه كل كلاس، الاتريبيوتس. طيب الميثودز بقى وامتى اشغلها، دي اللي بيسموها الجزء اللي هو بتاع الايه الديناميك بتاعتي. فانا دلوقتي هبدا اتكلم معاكم على دايجرام، نوع من انواع الانتر اكشن اللي هو بيحصل بتوين الاوبجكتس المختلفه. كل اوبجكت جاي من كلاس معينه بيتعاملوا مع بعض او يعني بيحصل بينهم نوع من انواع التعامل، لحد ما في الاخر طبعا نقدر نوصل للايه، هبقى عارف انا الكلاس دي محتاجه الميثودز دي والكلاس دي محتاجه الميثودز دي، وفي الاخر اقدر اعمل الكلاس كلها ايه، كل واحده بالتفاصيل بتاعتها المظبوطه يعني. طيب الديناميك بيهيفير بقى، خلينا مثلا ناخد مثال على ان انا عندي اوردر، يعني مثلا حد عايز يطلب حاجه او يشتري حاجه مثلا من مكان معين اسمه بيعمل اوردر او بليس اوردر يعني. طيب انا هبقى محتاج اطلب كذا حاجه، فكل حاجه فيهم هتبقى موجوده في اوردر لاين، وزي ما احنا يعني فاكرين او زي ما احنا المفروض ما نكونش لسه نسينا يعني، ان هيبقى في الكلاس دايجرام، في الكلاس دايجرام يا جماعه هيبقى في عندنا تو كلاسز دلوقتي، واحده اسمها اوردر، طبعا دي اللي هي الكلاس اللي انا عرفتها عن طريق ان انا السيستم بتاعي بيتعامل مثلا مع ايه، مع طلبات شراء. اوكي غالبا في لازم الاوردر حد عمله يعني، او مين اللي ايه مين اللي عمل الاوردر، فممكن يكون في ايه كاستمر طبعا اللي هو ايه اللي بيتعامل مع الاوردر. طبعا هنا في اسوسيشن، كل اوردر جاي من عند كام كاستمر، او كل كاستمر ممكن يعمل كام اوردر. فطبعا الحاجه النورمال ان انا ممكن عندي الكاستمر الواحد ممكن يتعامل مع او يطلع كذا اوردر، فيبقى عندي 1 تو ميني، 1 من ناحيه الكاستمر وميني من ناحيه الاوردر. الناحيه الثانيه بقى الاوردر ذات نفسه في كذا لاين، يعني الوحده بتاعتي اللي هي اسمها اوردر لاين، خلينا نسميها او ال بس عشان نختصر اوردر لاين. هنا زي ما اتفقنا معاكم في عندي كل جزء هول وبارت، فطبعا البارت اللي هو الاوردر لاين والهول اللي هو الايه الاوردر. فزي ما احنا ممكن اكون متخيل العلاقه بينهم علاقه كل بجزء، وعلاقه هنا اللي هي بلاك. بلاك معناها ايه؟ معناها ان هو جزء لا يتجزأ، يعني الاوردر لاين ده ما حصلش او ما تمش غير جوه الاوردر، ملوش معنى ان هو يطلع بره اوبجكت لوحده. فبالمنظر ده يعني معنى الاسوسيشن دي او معنى العلاقه دي ان اوردر واوردر لاين العلاقه اللي بينهم كل اوردر لاين بيبلونج للاوردر واحد بس، وما ينفعش يبقى موجود من غير الاوردر لاين ده بس. يعني طبعا لو احنا فاكرين كان في حاجه ثانيه اللي هي بيسموها الشيرد، دي اسمها كومبوزيشن اللي هي السوداء، والبيضة اللي هي اسمها شيرد. الشيرد كان معناها ان انا مثلا عندي زي بلاير وتيم، بلاير مثلا يعني مثلا لعيب كوره، مثلا لعيب باسكت بول وات ايفر، وهنا التيم. فطبعا ممكن البلاير يبقى يعني موجود من غير التيم، وممكن البلاير ذات نفسه نشيله من التيم دوت ونحطه في تيم تاني، انما البلاك ما ينفعش. البلاك معناها انها كومبوزيت، يعني كانه متركب فيها او جزء لا يتجزأ منها. كويس قوي. طبعا ده كده السيستم ككلاسز. انا بقى دلوقتي هيهمني الميثودز اللي جوه الايه الاوردر، والميثودز اللي جوه الاوردر لاين. هعرفها ازاي؟ هعرفها لما اجي اعمل الايه الاوردر لاينز، او سوري لما اجي
اعمل اليوز كيسز، اليوز كيسز بتاعتي حاجه انفذ واحده فيهم، هشوف انا هبقى محتاج ايه عشان اعرف انفذها. يعني اليوز كيس ديسكريبشن الستيبس بتاعته اللي هي بيسموها الانتراكشن دي، هبدا منها اعرف بالظبط انا هبقى محتاج ايه في كل كلاس. كويس قوي. طبعا هنا الخطوات اللي هي ممكن الواحد يشوفها كمثلا كايه كحد بيتعامل مع البرنامج. رقم واحد ان اوردر انتري ويندو، طبعا فيه هيبقى فيه مجال للتعامل مع الاكتور الخارجي لان هو ده بره الكمبيوتر والسيستم موجود جوه الكمبيوتر، فطبعا هيبقى فيه مجال للايه للانترفيس زي ويندو مثلا. بيبدا ان هو ايه يتعامل ان هو عايز يدخل اوردر معين. طيب الاوردر دوت كانه هيبدا يبعت زي كرييت اوردر لاينز، يعني كان انا هعمل كذا اوردر لاينز عشان يتضموا مع بعض ويعملوا لي ايه يعملوا لي اوردر. يعني برضو عشان يبقى الموضوع يبقى واضح، انا هعمل اوردر اوبجكت معين وليكن مثلا اسمه مثلا O1 دوت، عشان يتنفذ لازم يعمل كذا OL1 OL2 اللي هم الاوردر لاينز. يعني كل واحد فيهم هيكون بيتكلم عن برودكت معين، يعني واحد مثلا بيتكلم على تلفزيون، واحد بيتكلم مثلا على باكت مثلا شاي. طيب انا كده فهمت ان انا كل اوردر لاين هيبقى خاص ببرودكت معين، وطبعا في الكوانتيتي يعني معناها انا عايز كام من الايه من البرودكت ده. كويس قوي. each order line check checks the given stock item. طبعا كل واحد فيهم هيشوف المخزون عندنا يكفي الكلام دوت ولا ما يكفيش. لو ما يكفيش غالبا هتبقى فيه مشكله، او لو يكفي يبقى خلاص كل هيعمله ان هو هيخصم دوت من الستوك لان هو خلاص هيبقى اتباع للايه للي عمل الاوردر ده. خلاص بعد كده هيحصل حاجه اللي هي create delivery item. يعني انا هعمل ايه، هقول انا عايز اسلم بقى الراجل ده البضاعه دي، فانا هحتاج اعمل اوبجكت تاني من نوع اسمه ديليفري. يبقى انا غالبا ابقى فاهم ان في حاجه اسمها ديليفر، دي كلاس اسمها ديليفر او ديليفري. طبعا غالبا اسماء الكلاسز بتبقى ناونز، اسماء الكلاسز بتبقى ناون. اليوز كيسز بتبقى فيرب، بتبقى فيرب فمعناها اكشن معين بيحصل. طبعا الاوردر لديليفري ممكن يبقى 1 تو 1 دي الحاجه النورمال يعني، ولو الاوردر كبير قوي ممكن يبقى 1 تو ميني. غالبا ما بيبقاش في عندنا يعني ميني ناحيه الاوردر، لان الديليفري بيبقى خاص باوردر واحد بس، ما ينفعش يبقى خاص بكذا ايه بكذا اوردر. يبقى انا كده فهمت شويه الدنيا هيبقى فيها ايه. تمام. فانا هكرييت اوبجكت جديد من نوع ايه، من نوع ديليفري مثلا اسمه دي 1. يبقى اللي حصل ايه، انا هفتح الويندوز بتاعتي، هكتب في الديالوج بوكس شويه بيانات، هبدا اقول له ايه يروح على اوردر معين يعمل له كرييشن، وبعدين يعمل لي كرييشن لايه لاوردر لاين 1 واوردر لاين 2 ويربطهم مع الاوردر 1 ده، وبعدين يعمل لي ديليفري ومثلا يقول ان هو اندليفرد لحد ما يبدا ايه يعني يبدا ان هو يطلع البضاعه من المخزن ويبدا ان هو يسلمها بعد كده. كويس قوي. طبعا هنا بقى ده انا كاني بتكلم على انتراكشن دياجرام وكاني بتكلم على يوز كيس ديسكريبشن. ممكن في بعض الاحيان ما يبقاش عندي ستوك كفايه، فغالبا ممكن يبقى بدل الثلاثه دي يبقى في بينها يعني الترناتيف، ايه البديل لو ما يكفيش الستوك اللي موجود في الماركت بالنسبه للاوردر لاين ده في المخزن يعني سوري. فغالبا هيبقى الستوك بتاعي لو مش تحت الايه العدد اللي انا طالبه او اقل من العدد اللي انا طالبه، غالبا هيبقى محتاج اعمل حاجه اسمها ري اوردر، او ان هو يقول له هات لي بقى تاني من البضاعه دي الاول لحد ما اعرف ابيع لك اللي انت ايه اللي انت عايزه. يعني غالبا هيبقى في سيكونس دياجرام في اتجاه وسيكونس دياجرام في اتجاه تاني لو حصل ايه، لو حصل مثلا عدد اقل، فغالبا هيبقى في عندي حاجه زي ايه يمشي في الاتجاه ده يمشي في الاتجاه ده. وانا هبقى محتاج اعرف اعمل كلاسز اللي تعمل ده واللي تعمل ده، يعني اعرف اجيب الميثودز اللي تعمل ده واللي تعمل ده كمان. كويس قوي. طيب هنيجي بقى نشوف المكونات بتاعت السيكونس دياجرام. هنلاقي ان احنا هبقى محتاج اعمل فيرتيكال لاينز اللي هي بيسموها لايف لاين. لايف لاين بيبقى خط كده شويه دوتد، بيبقى فوقيه في اوبجكت، اوبجكت من كلاس معينه. فغالبا لو انا يعني مش ما يهمنيش قوي اسمي الاوبجكت ده،
فكده كان الاوبجكت دوت مش متسمي او مش مسميه، واقول مثلا ان هو من كلاس مثلا 1، يبقى انا كده فهمت ان انا عندي ايه اوبجكت معين مش مهم اسمه ايه، بس هو مثلا من موجود من كلاس ما كلاس 1، بحط نقطتين وبحط خط دوتد كده، وده يبقى الخط اللي هو مثلا بايه بيستقبل فيه المسج او بيبعت منه المسج. يبقى انا كده فهمت ان الايه ان ده هيبقى عندي ايه، عندي واحد من الاوبجكت. طبعا بيبقى فيه اوبجكت سبيشال اللي هو الاكتور، ده برسمه زي اليوز كيس بالظبط، برسمه كهيومن ايكون، وغالبا هو اللي بيبدا الموضوع، يعني هو بيبقى ايه ليه لايف تايم كده، هيبدا بقى يتعامل مع السيستم، فهيبدا مثلا يدخل انبوت معين، السيستم مثلا هيطلع اوتبوت معين يفرجه له او يرد عليه، فهيحصل بقى ريسبونس من الايه من السيستم يشوفوا الاكتور ده. فغالبا دي الدنيا هتبقى عامله كده. اول حاجه انا هتكلم على السيستم كسيستم، فيعني كل الحاجات اللي موجوده جواه هتبقى كانها مستخبيه من غير ديتيلز، هسميه سيستم. اوكي، بعد كده هبدا اخش على الايه على الديتيلز اللي جواه. ففي عندي حاجه اسمها سيستم سيكونس دايجرام، وده اللي هو الايه الحاجه الجنرال قوي، سيستم سيكونس دايجرام، او ساعات كتير بيختصروها الاس اس دي، اس اس دي. وطبعا الحاجه النورمال اللي هي بفهم منها الوظيفه بتاعت كل كلاس، بتاعت كل كلاس ايه، بيسموه سيست سيكونس دايجرام. طبعا سيكونس دايجرام ده الاختصار بتاعه، او في بعض الناس تسميه تايم سيكونس دايجرام. اوكي خلاص، تايم سيكونس دايجرام، سيستم سيكونس دايجرام، اس اس دي وتي اس دي او اس دي على طول. فيبقى انا كده فهمت الدنيا هيبقى ايه، هيبقى فيها ايه. طيب في ايه تاني غير الفيرتيكال لاينز؟ في عندي هيبقى في بعض المؤشرات، يعني ان انا عندي order of message sequence top to bottom، يبقى انا في ترتيب هيبقى من فوق لتحت. يعني لو ارجع تاني كده، التايم بتاعنا كده جاي كده، يعني التايم هنا صغير في الاول وبعدين بايه بانكريز. هنا مثلا دي مسج الاولانيه ودي كده مثلا المسج الثانيه، يبقى انا فهمت دي هتيجي قبل دي، اللي فوق هتيجي قبل اللي تحت. يبقى ده كده كانه الترتيب الزمني بتاعهم من ايه من فوق لايه من فوق لتحت. يبقى المسج هتبقى horizontal lines وبتيجي من عند اللي كانه بيسموه بقى ده. يعني هنا مثلا لو في عندي اوبجكت تاني مثلا ايه من كلاس 2، نيجي احنا بقى كناس بتوع كمبيوتر وناس بتوع برمجه، الموضوع ده عباره عن فانكشن كول، بند على فانكشن، ده الكولر ده اللي هو بيند على الفانكشن، وده اللي هو بيسموه الايه الكولي او مين اللي بيتنادى عليه، بيكتبوها طبعا ايه 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 في الاخر اللي هي معناها مين بيحصل له كولينج، مين بيتنادى عليه. اوكي، فده معناه ان جوه الكلاس اسمها كلاس 1 في حته من الكود بتاعها هكون بندها على حاجه من النوع كلاس ايه كلاس 2. فيبقى انا كده فهمت ان الدنيا هتبقى شغاله ايه، هتبقى شغاله ازاي. زي مثلا اوردر، هلاقي ان جواه بند على اوردر لاين الاولاني او اوردر لاين الثاني، يبقى اوردر واوردر لاين، اوردر بيبعت مسج الاوردر لاين. يبقى انا كده فهمت شكل السهم دوت هيبقى معناه ايه. لما اجي اعمل الكلاس دايجرام او لما اجي اعمل الكلاس بقى بتاعت كلاس 2، هبقى فاهم ان ايه ممكن كلاس 1 يندهها ويندهها بالمسج دي، وزي ما هنشوف ممكن يبعتها مثلا ايه، يبعت لها قيم معينه اللي هي بيسموها البارامترز. يبقى فهمت التفاصيل بتاعت كل مسج، فاعرف اعمل في الاخر كلاس 2 واعرف اعمل كلاس 1 بطريقه كويسه. طبعا البني ادم ده او الاكتور هيتعامل مع كلاس 1، يبقى كلاس 1 دي لازم يكون فيها نوع من انواع الحاجات مش كولينج بقى، يعني اللي ينفع البني ادم يتعامل معاه. فغالبا مثلا لو انا عندي دايلوج بوكس في مثلا اوكي مثلا وفي كانسل، تبقى دي الحاجات، وفي مثلا حاجه بدخل فيها داتا او انفورميشن تكست مثلا، يبقى البني ادم يعرف يتعامل مع الحاجات الثلاثه دول، كانه بيعرف يعمل مسج للايه للكلاس الاولانيه اللي هي كانها بيسموها المين انترفيس او الايه او الويندو الاولانيه اللي هيتعامل معاها مع الايه مع الكمبيوتر. يعني كويس قوي. طبعا
هنبدأ نبص مع بعض بشوية تفاصيل. يعني في هنا ساعات بتبقى في حاجة اللي هي بيسموها return، لما باجي أنده على حد بيرد عليا، فبيرد عليا غالبا بإيه؟ بخط دوتد. في بعض الأحيان بعمل خط دوتد، معناه ان ده المسج اللي راجعه او المسج اللي هي الريتيرن، وفي احيان كتير ما بعملهاش، معناها ان هو هيرد عليه اكيد. يعني انا هنا بس عايز يعني اتناقش معاه في حاجه، ان ده بيرد على حاجه كلاس 1 ما يعرفش يعملها لوحده، فبيطلبها من كلاس 2، يعني كانه بيرحل الوظيفه لكلاس ايه؟ لكلاس 2. فطبعا كلاس 2 هتبدا كانها بتعمل الدوتد لاين ده اللي هو الريتيرن، وبعدين كلاس 1 تاخد الريتيرن دوت وتبدا انها ترد على الايه؟ على الاكتور. فيعني كان الترتيب بتاعنا هيبقى بالمنظر ده. البني ادم هينده على كلاس 1، كلاس 1 هتنده على كلاس 2، كلاس 2 هترد على كلاس 1، وبعدين كلاس 1 هتاخد الرد بتاع كلاس 2 وتبدا انها ترد بيه على كلاس ايه؟ على البني ادم اللي هو ايه؟ اللي هو الاكتور اللي طلبه. فغالبا هنا هيبقى في بقى شويه ايه؟ مثلا زي ما بيقولوا بريباريشن كده في الاول، خطوات، وهنا زي ان انا بجمع الريزلت قبل ما ارجعها للايه؟ للاكتور بتاعي. فغالبا الحته دي بيسموها اللايف تايم، الخط ده الدوتد ده بيسموه اللايف تايم. انا ككلاس 1 محتاج افضل عايش في الفتره دي، يعني عشان اعرف اشتغل بطريقه مظبوطه محتاج افضل عايش من ساعه ما حد ناداني لحد ما انا رديت عليه. كلاس 2 محتاجه تفضل عايشه في هذه الايه؟ في هذه الفترة الصغيرة. يبقى احنا يعني كده ممكن يبقى فاهمين شوية ايه اللي ايه اللي بيحصل او التفاصيل هتبقى ماشية ازاي. كويس. طبعا اول حاجة اللي هي اللي بيسموه System Sequence Diagram زي ما اتفقنا، وده بيتعامل مع السيستم ككل. زي ما قلنا في اليوز كيس بتعامل مع السيستم كأنه بلاك بوكس، هنا برضو في السيستم سيكونس دايجرام بتعامل معاه كأنه بلاك بوكس، مش هحط الكلاسز بتاعته من جوه لان انا لسه اصلا ما عملتهاش، فبقول السيستم هيرد ازاي على الاكتور. يعني في المثال ده عندنا كاشير هو الاكتور اللي بيتعامل مع السيستم، السيستم بيعمل كذا حاجه مع كذا حد، بس واحد منهم بس اللي هو الايه؟ اللي هو الكاشير. فطبعا هنا الكاشير بيطلب ان هو يعمل بيع جديد، وبعدين الاسهم كلها ماشيه في اتجاه واحد، بيدخل بعض المعلومات زي الايه؟ ايتم اي دي وكوانتيتي. عايز اشتري مثلا ايه؟ 5 تلفزيونات، فبقول له الكود بتاع التلفزيون وان انا عايز اشتري 5. بعد كده السيستم بيرد بحاجه اللي هي الدوتد لاين، اللي هي معناها ان هو مثلا يقول له ان انا ايه؟ التفاصيل بتاعت الكود دوت عشان الراجل يتاكد من الكود دوت ان هو شغال مظبوط. فغالبا ده الرد بتاع السيستم، وبيظهر للايه؟ للبني ادم كحاجه ديسبلايد قدامه. ممكن بعد كده يوافق بقى خلاص الكاشير ان هو يعني يخلص السيل دوت، فيبدا طبعا ان هو ايه؟ يقول له اند سيل، موافقين مثلا، فيبدا بقى السيستم ان هو يحسب له مثلا الايه؟ التوتال تاكسز او البرايس نت، يعني يدخل له الكلام ده. بعد كده بقى ممكن ان هو الكاشير يرد مثلا ان هو يعمل مثلا ميك بيمنت او ان هو يدفع الفلوس، فيبدا يخلص الايه؟ التعامل اللي بينه. طبعا المنظر ده معناه ايه؟ معناه ان انا كبني ادم اعرف ادخل او اعرف اعمل ميك نيو سيل، اعرف ادخل ايتم اي دي وكوانتيتي، اعرف اعمل اكشن اسمه اند سيل، وفي الاخر اعرف اعمل اكشن اسمه ميك بيمنت واقول له الاماونت اللي انا عايز ادفعها ايه؟ كام. فغالبا الاربع حاجات دول انا اعرف اعملهم كبني ادم، هما هيبقوا موجودين كوظيفه جوه السيستم، يعني السيستم يعرف يستقبلهم، فدول كانهم يعني اذا بيقولوا كده كانهم وظيفه في السيستم بتاعي. يعني السيستم عنده حاجه اسمها سيستم فانكشن، اي سيستم في شويه فانكشنز اساسيه هو بيعرف يعملها، اي سيستم سوري هو في عنده سيستم فانكشن، مثلا ايه؟ دي الحاجات اللي انت لما تفتح البرنامج يعرف تعمل كذا او كذا او كذا او كذا. فاحنا هنا كده هيبقى في عندنا حاجه اسمها سيستم فانكشن، اللي هم طبعا ايه؟ واحد يعرف يستقبل نيو سيل او يعرف كانه بيعمل نيو سيل، يعرف يقول السيل دوت لاني ايتم وايه وبكام، كام عددهم يعني، يعرف خلاص ينهي السيل، ويعرف طبعا ان هو ايه؟ يستقبل فلوس عشان دي هتخش في البيمنت للايه؟ للسيل ده. فدي الحاجات اللي السيستم يعرف في ايه؟
يعني زي ما بيقولوا كده يستقبلها او يعملها. طبعا هنا في الاخر في ايه، يعرف يطلع ريسيت مثلا او يعرف يطبع ريسيت لايه للراجل في الاخر خالص كده. انا بصيت على السيستم كانه وحده واحده اسمه سيستم، اوكي. وده غالبا اللي بيحصل في الريكويرمنت، لما يبقى عندي ريكويرمنت او يوز كيس هقول ان ده اللي بيحصل مع الايه بين الاكتور وبين الايه وبين السيستم كوحده واحده. بعد كده بقى هبدا اخش بقى اعمل ديزاين من جوه، من هنا بقى اقول هيبقى في عندي كلاس واحد وكلاس اتنين وكلاس تلاته، وابدا اقول ان هم هيتعاملوا مع بعض ازاي، وابدا اقول كمان في السيكونس دايجرام ده مين اللي هياخد ميك بيمنت، وازاي هيحسب الديسكريبشن يرجعه، وازاي يحسب التوتال، وازاي يحسب النت تاكس. الحاجات دي كلها هبدا ان انا ايه اخش في التفاصيل بتاعه الايه بتاعه السيستم. بدل ما هو اسمه اس اس دي هيبقى اسمه سيكونس دايجرام بس، او هيبقى اسمه تايم سيكونس دايجرام. كويس قوي. طبعا هنا كيو ام ال عندي بس برسم انا المنظر ده، يهمنا ابقى عارف ان بتعامل مع اوبجكت، اوكي. ففي هنا نقطتين تو دوت، يعني كولون قصدي، معناه ان هما ايه ده اوبجكت من نوع ده مش ده كلاس. انا مش برسم كلاس، برسم اوبجكت من نوع الكلاس ده، اوكي. وممكن اكتب كومنتس بالمنظر ده، والكومنتس طبعا هنا ممكن تبقى ليها معنى يعني، او معنى توضيحي. وفي بعض الاحيان الميني بعملها عن طريق البوكس ده. البوكس ده يعني ايه؟ انا عايز اشتري كذا حاجه، اوكي، فهعمل ميك نيو سيل، اوكي. فهنا غالبا الحته دي هتتكرر، يعني الـ اسمه ايه ده اللي هو المستطيل الاسود ده، ده معناه ان هو هيتكرر. يعني ايه؟ انتر ايتم وكوانتيتي، مثلا ايتم 1 وكوانتيتي بتاعته، ايتم 2 وكوانتيتي بتاعته، ايتم 3 وكوانتيتي بتاعته. فالكلام ده هيتكرر كذا مره لحد ما في الاخر الراجل يخلص اللي عنده، يقول اند ايه اند سيل. يبقى انا الكلام ده هيبقى ريبيت يعني. فغالبا بالدينوت الريبيت في السيكونس دايجرام بالايه بالمستطيل اللي هو فوق الحاجات اللي هيحصل لها ريبيتيشن. او ممكن يعملوا ستار، بس يعني الستار ممكن شويه تبقى ملخبطه، لان لو احط تو ستار كده معناها هل هما الاثنين ريبيتد كل واحد لوحده، ولا ريبيتد بعد بعض مع يعني ورا بعض. غالبا السكوير دوت او الريكتانجل بيوضح الموضوع شويه، كل اللي جواه هيتنفذوا مره وكلهم كانهم لوب بقى، او كلهم مع بعض كانهم ايه هيتكرروا. كويس قوي. طيب هنا يعني هنبدا كاني اليوز كيس هي المفتاح للايه للسيكونس دايجرام. ببدا باليوز كيس، بعرف الاكتور والسيستم، وبعدين ببدا اقول هيحصل 1 2 3 4 اللي هي المسج اللي بينهم. وبعد كده طبعا بقى ايه لما اجيب الكلاسز او لما اعرف الكلاسز هقول مين الكلاسز اللي المفروض تبقى موجوده هنا. هبدا احط الكلاسز وافرد الايه اللي بيحصل جوه السيستم، بدل ما هو جاست بس بوكس مقفول هخش بقى جواه واشوف ايه اللي بيحصل. لما اشوف ايه اللي بيحصل ممكن ساعتها الاقي ان انا حاجات مش عارف اعملها، او هلاقي حاجات مش عارف اخلي ده يندى على ده بالشكل ده، فساعتها هبدا احس ان في حاجات ناقصه. ودي اهم حاجه في الايه في الدايجرام ده اللي هو السيكونس دايجرام، ان هو بيوضح لي ايه اللي ناقص عندي في الكلاسز. ممكن اكون في حاجات نسيتها، او ممكن تكون في كلاس مفروض تحط انترميديت بتوين واحد واثنين، فانا ساعتها هبدا اكتشف الايه المشاكل دي او العيوب دي. تمام. فطبعا يعني هنا مثلا دي يوز كيس اهي، خدنا اليوز كيس طبعا 1 2 3 4 اللي هم يعتبروا الايه السيكوان الانتر اكشن دايجرام، وبدانا نحطهم هنا. اللي مكتوب عليه الكاستمر يبقى غالبا هو ده ايه، هو ده اللي رايح من الكاشير للسيستم، والسيستم لما يرد يبقى غالبا ده الخط الدوتد اللي هو معناه ان السيستم بيرد بايه، السيستم بيرد بكذا. طبعا هنا من الحاجات اللي هي المهمه يعني ان الكاشير اللي هو اللي بيتعامل مع البني ادم والكاستمر هو بيجي هنا، فالكاستمر ما بيتعاملش دايركتلي مع السيستم، لا الكاستمر بيروح للكاشير ويقول انا عايز اشتري ده، انا عايز مثلا ايه الكود ده. فغالبا الكاشير هو اللي بيبدا ياخد الكلام ده وايه، وطبعا يعني ايه كانه يعني بيبقى بديل عن الكاستمر، لان هو يعرف يتعامل مع السيستم والكاستمر ما يعرفش يتعامل معاه لو كان هو مش ايه مش اونلاين سيستم يعني. طبعا هنا يعني الخطوات الكاستمر ارايف ووك بيمشي لحد ما يوصل للكاشير، وبعدين ايه
بيطلع له مثلا الحاجات اللي عايز يشتريها او البضاعه الاكواب بتاعتها، ويبدا بقى الكاشير هو اللي يقوم بدور الايه المدخل او دور الايه اللي بيتعامل مع السيستم من ايه من جوه يعني. كويس قوي. طبعا الخطوات اللي فيها سيستم زي خمسه مثلا معناها ان الايه معناها ان السهم اللي هو الراجع بقى، السهم اللي هو السيستم بيعمل ايه، سيستم ريكوردز مثلا، سيستم بريزنتس يعني بيعرض حاجه قدامنا على الدايلوج بوكس، كاستمر باي اند سيستم هاندلز بيمنت. طبعا كاستمر باي يعني غالبا دي اللي هي ميك بيمنت، الكاشير بيقول ان هو دافع مثلا كذا ويديله الفلوس، وبعدين السيستم بيبدا مثلا ان هو ايه يقول انت متوقع مثلا هيحصل امتى، ويطبع لك الريسيت، متوقع يحصل ديليفري امتى سوري، ويطبع الريسيت بتاعنا. تمام كويس. طبعا يعني هنا هيهمني بقى شويه حاجات اخد بالي منها، مثلا مين الاكتورز اللي هيتعامل مع السيستم، وابدا احط الاكتور بتاعي، كل اكتور كانه يعرف يعمل حاجات الاكتور التاني ما يعرفش يعملها، فكل اكتور هيبقى ليه زي انترفيس مختلف او ليه واجهه تعامل مختلفه. تمام. طبعا الايفنت غالبا بيسموها او الايه اللي بيسموها السيستم ايفنتس، يعني ايه اللي بيروح للسيستم دي اللي هي كانها المسج، غالبا بتبقى فيربز. اوكي زي الايه زي السيكونس، غالبا مثلا حاجه زي سكان باركود او انتر ايتم، حاجه فيها فيرب او فيها اكشن. يعني السيكونس دايجرام متكون من مسج، والمسج دي هي عباره عن الايه، انا عايز في الاخر اعمل يوز كيس، واليوز كيس هي اصلا كانت اكشن، فانا بجزئها الخطوات 1 2 3 4، فالطبيعي انها تبقى ايه، تبقى اكشنز. ايه اللي مش اكشنز او ايه الناون، اللي هي اسماء الكلاسز، كل كلاس وكل اوبجكت من النوع دوت هو عباره عن ايه، عن ناون. فانا غالبا يعني ايه بيبقى في عندي ناونز بيعملوا الحاجات اللي هما بيعملوا الاكشن يعني، وبيبقى في فيربز اللي هي بتتعامل من الايه من الناون، فده اللي يخلي الحاجه انها تبقى يعني ليها فهم طبيعي شويه او فهم نورمال. الكلاسز بتبقى ناونز، واليوز كيس بتبقى عباره عن فيرب، والميثودز او الفانكشنز او المسج هتبقى عباره عن فيربز، والفيربز دي كل واحد من الاوبجكت بتوعي اللي هو من كلاسز هي ايه هيعرف يعملها يعني. تمام. طيب خلينا نبص مع بعض بقى على مثلا مثال اقوى شوية. طبعا هنا بس في حتة تتكلم على الكونكرنسي، يعني معناها ان لو في حاجات ممكن اعرف اعملها مع بعض في نفس الوقت، فغالبا في عندي في اليو ام ال اعرف اعمل الكلام ده عن طريق الارو بتاعي كده، لما يبقى ابيض معناها ان هو ممكن يحصل امبرل مع الحاجات التانية، لما يبقى بلاك معناها ان هو ممكن يحصل لازم يحصل بقى ايه يعني يستنى، يعني يبقوا ان سيكونس يعني واحد ورا اتنين ورا تلاتة. يعني مثلا انا ممكن اعمل حاجتو اكشن مع بعض، فغالبا تبان ازاي، تبان بالمنظر ده، ده يروح مثلا للكلاس الاولانية وفي نفس الوقت ده هيروح للكلاس التاني. I will neglect الجزء ده، يعني هعتبر كأن هما الاثنين طلعوا في نفس الوقت او ممكن يحصلوا مع بعض امبرل، واحد هيروح للكلاس الاولانية وواحد هيروح للكلاس التاني. يعني هنا مثلا مثلا ده اسمه object 1 مثلا من نوع الكلاس الاولانية، ده مثلا اسمه object 2 من نوع الكلاس التانية، وده اسمه object 3 من نوع الكلاس التالتة. فobject 1 هيندى عليهم هما الاثنين في نفس الوقت. ممكن الكلام ده بقى لو انت بتشتغل على الكمبيوتر في مثلا برال بروسينج ممكن يعرف يندى عليهم في نفس الوقت، لو الكمبيوتر بتاعك لازم يعملهم سيريال هيحصلوا سيريال، بس ايه انت تبقى فاهم ان هو ممكن حسب بقى ما اجي اعمل كود ممكن ينده عليهم في نفس الوقت، خصوصا مثلا لو نتورك او كلاود مثلا او حاجه بالمنظر ده بتسمح ان انا يبقى في عندي كل اوبجكت موجود في مكان معين. فبس ده معناه اللي هو ايه سيريال، ودي معناها اللي هي طبعا الايه اللي هي ان هم ممكن يبقوا بارل او ممكن يبقوا مفيش يعني تايم كونسترينت بينهم يعني بارل. اوكي كويس. اوكي طيب في نوع تاني من انواع الدياجرام بيسموه كولابريشن دياجرام، ودوت شبه السيكونس دياجرام بس بدل ما الخطوات بتمشي تحت بعضيها،
كاني حاطط الاوبجكت جنب بعض. فده برضو هناخد فكره عنه يعني. فهنبدا بس مع بعض نبص على المثال لايه اللي هيحصل بالظبط يعني. فطبعا ده مثال اهو كويس. المثال هنا بيتكلم على حاجه اللي هي بيسموها ديزاين باترن، او ان انا مثلا اقول اي حد بيعمل حاجه شبه كده غالبا هيبقى عنده دايجرام شبه ده. غالبا دي من الحاجات الكويسه قوي بيعملوها في السوفت وير، ان هم يقولوا المشاكل المشابهه يبقى ليها حل مشابه، فبيقولوا الحل المشابه للمشاكل دي ويحتفظوا بيه، بحيث ان اي حد مثلا ممكن يجيبه مثلا من لايبراري مثلا، او يعمل له كوبي وبيست مثلا، او يعمل له مثلا امبورت. فغالبا دي من الحاجات الكويسه قوي في السوفت وير. طيب هنا خلينا نبص على السيستم. عندي اوردر اهو، ده اللي موجود عندي في السيستم بتاعي اللي انا عارفه قبل كده، وعندي حاجات جديده، حاجه اسمها اوردر ويندو، يعني انترفيس اشوف الاوردر فيه، دايلوج بوكس مثلا او ايه، او حاجه اليوزر يعرف يشوفها كبني ادم يعني. وفي حاجه اسمها اوردر هاندلر. اوردر هاندلر دوت كانه يعني زي ما بيقولوا كده، اعرف اتعامل مع الاوبجكت ده والاوبجكت ده والاوبجكت ده، كانه مثلا الوكيل بتاع الاوردرز مثلا، او كانه هو المختص بالتعامل مع الايه، مع الاوردرز. فانا دلوقتي كبني ادم كاكتور هشوف الدايلوج بوكس دوت قدامي، هكتب فيه وادوس اوكي او ادوس كانسل. فغالبا هتعامل مع حاجه اسمها اوردر ويندو، يعني انا اول التعامل بتاعي هيبقى مع الكلاس اللي اسمها اوردر ويندو، اللي هي الانترفيس يعني. الكلاس دي عشان تبدا تتعامل مع اوبجكت معين مثلا، سوري، مع اوردر معين، مع اوبجكت من نوع اوردر يعني، انا غالبا محتاج وسيط. ما ينفعش ان انا انط على الاوردر 1 على طول، لان انا مش عارف مين هيتعامل معاه. ممكن يكون اوردر 1، ممكن يكون اوردر 2، ممكن يكون اوردر 1 او اوردر 2، فانا مش عارف بالظبط مين. يعني نتخيل كده ان انا في عندي هنا مجموعه من الاوردرز موجوده، اللي هم الاوبجكتس يعني، 1 و2 و3 و4 و5، وانا كبني ادم عايز اتعامل مثلا مع واحد فيهم، حسب مثلا ما هكتب رقم معين اقول له اعمل سيرش مثلا. فغالبا لازم يبقى في حد وسيط. الحد الوسيط ده اللي هو بيسموه كنترولر، هو اللي بيعمل كنترول، او ساعات بيسموه هاندلر، يعني اللي بيهندل الايه الموضوع، او بيتعامل مع الايه، مع الاوردر بتاعي. فغالبا انا بعد كده لما اجي اعمل اي كلاس دايجرام عشان اعمل له امبلمنتيشن في الكمبيوتر، هحتاج اعمل الهاندلر، واحتاج اعمل الايه، الويندو، اللي هو بيسموهم الايه، الباوندري. يعني الباوندري دي اللي هي الانترفيس يعني بيني وبين الاكتور، وهعمل الهاندلر او الكنترول اللي هو هيتعامل لي مع الايه، مع الاوردر ده او مع الاوردر ده. فغالبا ده اللي هيحصل في الايه، في السيستم بتاعنا، عشان اعرف اوصل لحاجه معينه. طبعا ابدا مثلا اعمل التايم سيكونس دايجرام، احط الايه، الاربع حاجات دول، ده البني ادم، ده اوبجكت من نوع اوردر ويندو، اوبجكت من نوع اوردر ويندو، معلش انا ممكن نمسح دي عشان بس الايه ما يبقاش فيه خطوط كتير اهو. اوبجكت من نوع اوردر ويندو، اوبجكت من نوع اوردر هاندلر او اوردر كنترولر، والاوردر ذات نفسه. الاوردر مثلا نسميه ايه، او ار دي، وبرده اوبجكت، فبحط كولون بالمنظر ده. فكل واحد فيهم هيبقى ليه لايف تايم، كلهم يعني ايه، من فوق لتحت كده. والتايم طبعا بيزيد من فوق لتحت برده، هنا التايم بتساوي زيرو، هنا مثلا التايم بينكريز بالمنظر ده. فهيبدا بقى مثلا ان الايه، الراجل ده الاكتور يكتب حاجه جوه الدايلوج بوكس، او ان هو يعمل حاجه في الايه، في الدايلوج بوكس بتاعنا. فغالبا هيبقى في ارو كده، والارو ده طبعا لو عليه داتا هيبقى معناها ان هو بيدخل الداتا دي ويحطها جوه الدايلوج بوكس. اوكي، عايز مثلا يدوس على اوكي، فبيحصل مثلا اكشن معين. فغالبا الاوردر ويندو دي هتبعت حاجه ديتيلز للاوردر هاندلر، والاوردر هاندلر مثلا هقول له دور لي على الاوردر مثلا بتاع السنه اللي فاتت او بتاع الشهر اللي فات. فغالبا هيروح مثلا عند اوردر معين، مثلا عند اوردر 1. فغالبا هيحصل زي ايه، تتابع كده
انا هتكلم اوردر ويندو، والاوردر ويندو هتكلم الاوردر هاندلر، والاوردر هاندلر هتكلم الايه، هتكلم الاوردر. فيبدا الاوردر مثلا يقول لي ايه، انا كان مثلا كانت الريزلت بتاعتي بكذا، او يبدا يرجع لي بعض البيانات، والبيانات دي هتيجي هنا طبعا، وفي الاخر طبعا البيانات دي ايه هترجع للايه للراجل اللي هو الاكتور اللي مستني في الاخر ده، فيشوف الريزلت قدام. طبعا يعني it was better ان انا امسح ديت واعملها دوزد، فابقى فاهم ان دي كلها الردود يعني. ده كده كانه هيبقى اللي هو الرد، فهو هيبقى اوردر دوتد لاين. فاحيان كتير ما بنعملش الريتيرن، ما بعملش الدوت لاين دي عشان ما لخبطش الدنيا، ما يعني ايه ما كلكعش الدنيا. اند باي ذا واي الاوردر دوت محتاج يتعامل مع الاوردر لاين، اللي هي غالبا زي ما شفناها قبل كده محتاج ان هو ينده لكذا لاين جواه، فغالبا هحتاج ان انا اعمل بوكس واعمل سيكونس من الايه، او اعمل يعني زي لوب او ريبيتيشن من الايه من الكود. كويس قوي. طيب نبدا بقى نبص مع بعض على مثال بالتفصيل يعني، من غير ما ايه ما يبقى فيه شخبطه جامده. فهنا عندي سيكونس دايجرام. السيكونس دايجرام دوت انا عايز اعمل نيو كاستمر، عايز ادخل بيانات كاستمر جديد بحيث ان هو يبقى موجود عندي في الايه في السيستم يعني. فطبعا الموظف اللي هو الكليرك ده الاكتور دلوقتي، هو هيدخل بيانات الكاستمر ده. ممكن الكاستمر يكون بعت له ايميل مثلا، او بعت له بالتليفون، او واقف قدامه بملي بياناته. في الاخر الكليرك هو اللي هيتعامل مع السيستم، هيبدا يقول له انا عايز ادخل نيو ايه نيو كاستمر. فطبعا السيستم هيرد عليه بمثلا بديالوج بوكس مثلا، يقول له قول لي مثلا اسمه ايه، قول لي عنوانه فين، وحاجات زي كده. فهو طبعا هيعمل سيت فاليوز في الايه في الحاجات دي، هيدخل لها قيم يعني مثلا النيم والادرس والفون. هيبدا السيستم يرد عليه يقول له مثلا تمام، فهيقول له سيف خلاص الكاستمر دوت او خزنه عندك. كل دي تبقى اكشنز جايه من الكليرك للسيستم. في الاخر طبعا ممكن طبعا السيستم بتاعنا مثلا يرد ان هو اداله اي دي، او مثلا قال له ده هيبقى الكاستمر مثلا رقم 201، فانت بقى كده استخدم الرقم ده لان هو ده هيبقى الرقم بتاعك. يبقى غالبا السيستم في الاخر ممكن يرد بحاجه اللي هو الخط الدوتد اللي احنا من ايه فحاجه زي ما بنرسموه. فهمنا كده اللي حصل، وفهمنا حاجه اسمها اللايف تايم. هنا طبعا عندنا اتنين اوبجكت، السيستم على بعضه والايه والاكتور، وفي عندنا اربعه مسج، ثلاثه رايحين واحده ايه واحده راجعه. انا هبقى متخيل ان هيبقى في عندي منيو ايتمز اسمها كرييت نيو كاستمر، لازم تكون موجوده في السيستم. اوكي لازم يبقى في حاجه اسمها سيت فاليوز، اوكي اللي هي مثلا دايلوج بوكس معين، مكان ادخل فيه الثلاث ارقام دول او الثلاث قيم دول، ولازم يبقى في اكشن اسمه سيف. اوكي وممكن يبقى في دايلوج بوكس، او لازم يبقى في دايلوج بوكس في الايه في اربع حاجات، اي دي ونيم وادرس وفون، بحيث نتاكد ان السيستم نفذ الحاجه او سجل الحاجه بنفس القيم اللي انا ايه اللي انا دخلتها له. كويس قوي. فاحنا كده فهمنا الكومبوننت الاساسيه اللي هي في السيستم سيكونس دايجرام. نيجي بقى هبدا اخش بشويه تفاصيل زي ما احنا هنبدا نتعود يعني ان انا افرد السيستم بتاعي. طيب غالبا لما حاجه افرد السيستم بتاعي في شويه حاجات ثابته اللي هم اوكي، بس نستخدم هايلايتر عشان ما نشخبطش على الرسمه، فممكن يبقى لونه فاتح شويه اصفر. كويس. الحته دي اللي هي زي ما احنا شايفين اسمها لاير او فيو لاير، يعني ايه يعني دي المين ويندو اللي هي مثلا بدايه البرنامج، ودي اللي هي الكاستمر فورم اللي هي مثلا ان هو هيدخل الايه بيانات معينه، فدايلوج بوكس يعني. يعني دي كانه البرنامج الديسكتوب بتاعت البرنامج، ودي كانه الدايلوج بوكس بتاع الايه بتاع الكاستمر فورم. فانا كده فهمت ان انا في البرنامج هقول له كرييت نيو كاستمر، يجي البرنامج يقوم هو لوحده مشغل الايه الدايلوج بوكس اللي هو اسمه ايه كاستمر فورم، او ما انا كاتب جوه الكاستمر فورم ديت كاتب التليفون والايه والاسم والايه والعنوان، وبعد كده طبعا هتتسجل في السيستم. هدوس سيف هقول له سجل، وبعدين لما ادوس سيف هيبدا يحصل السيكونس ده. ايه السيكونس اللي بيحصل ده؟ هيروح يعني كانه عايز يعمل كاستمر جديد،
فهو غالبا الكاستمر الجديد دوت مش هيحصل من تلقاء نفسه، لازم يكون في كنترولر او هاندلر هو اللي يعرف يهاندل الكلام ده. فغالبا انا حدي الاوردر بتاعي للكاستمر فورم، والكاستمر فورم هتنده على كنترولر او على هاندلر، والهاندلر هو اللي هيبدا ايه يكرييت نيو كاستمر. دي اللي هي الايه الكرييت بتاعت الايه بتاعت الكاستمر اللي هي الحته دي. طبعا الكاستمر مثلا هيبدا ان هو يتخزن في مكان معين، مثلا دي غالبا في داتابيز مثلا او في مكان معين، فانا غالبا كل حاجه بعملها هنا هتروح تتخزن في الايه في المكان ده، ولما اخلص غالبا بريتيرن للهاندلر ان كل حاجه تمام، والهاندلر يقول لي ان كل حاجه تمام، ويبدا يقول ان انا خزنته في المكان وخد رقم مثلا 201. فدلوقتي هكتب لك انا 201 قدامك على السكرين، فتبان ان انت فهمت الايه ان هو اتخزن فين بالظبط. فطبعا دي كده كانها هي الستوري يعني او الايه او اللايف ستوري بتاعت ان انا بدخل حاجه من بره وفي الاخر بتتخزن في السيستم من جوه. هنا في لايرز، اول لاير اللاير اللي هي طبعا بالنسبه لي انا كاكتور، اللاير اللي قدامي بيسموها الايه الانترفيس او بيسموها الفيو او بيسموها الباوندري، فغالبا دي لاير الخارجيه يعني اللي هي بيسموها الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس يعني. وبعدين اللوجيك، انا بشتغل ازاي في السيستم بتاعي. اوكي وفاينالي طبعا عندي في الاخر الديتيلز هخزن ازاي، داتا اكسس بقى مثلا ممكن اخزنهم مثلا في فايل او في اوبجكت اري او في واتيفر بقى هخزنهم ازاي. مثلا لو كانت اس كيو ال مثلا هعمل انسرت، فغالبا دي اللي هي التفاصيل بقى الداخليه من جوه السيستم عامله ازاي. فانا اللي انا عايز اقوله ان انا احنا بنعمل كلاس دايجرام غالبا في المنطقه دي اللي هي بعمل كاستمر وبعمل مثلا اوردر وبعمل اوردر لاين، محتاج اعمل هاندلر، محتاج اعمل كنترولر لكل واحد هتعامل معاه، وبعدين محتاج اعمل جي او اي عشان اعرف اعمل البرنامج ككل، وفاينالي محتاج ابقى عارف هخزن الحاجات دي فين، فمحتاج اعمل برضو الجزء اللي هو الايه الداخلي ده. فاحنا اللي احنا غالبا مجال الشغل بتاعنا لما باجي اعمل كلاس دايجرام بشتغل في المنطقه دي، بشتغل في المنطقه دي اللي هي المنطقه دي بس. فانا هبقى طالب بس منكم ان انتم مثلا تزودوا حاجه اسمها كنترولر ليه علاقه مثلا مع كل الحاجات اللي هو من النوع بتاعه، وهيبقى طبعا دوت هيبقى هو الوسيط اللي بيتعامل مع الجي او اي الجرافيكال يوزر انترفيس، وهيبقى هو طبعا من ناحيه بقى تانية الانفورميشن واصله على طول مع الايه مع التخزين بتاعي او مع السيستم مثلا زي اللي هو الداتابيز او السيستم انترنال يعني. طيب هنا كده كأن الواحد بيفهم بالظبط ايه اللي بيحصل وبيحكي القصة من الاول لحد الاخر. وزي ما احنا شايفين ببدأ اكتب verbs create followed by display okay followed by set value followed by save okay، الحاجات دي كلها verbs okay. وكده هبقى فاهم ان الكاستمر فورم ممكن تستقبل ثلاث حاجات، display وset value يعني ممكن تعرف تعرض وممكن تعرف انها ايه تحط الفاليوز دي او تاخد الفاليوز دي، وممكن تعرف تعمل سيف كاستمر كايه ككاستمر واحد. الحاجات دي غالبا هتبقى يا اما بوتونز جواها يا اما كنترولز مثلا اعرف ان انا اقول ايه اعرف اعمل الكلام دوت ولا ايه ولا لا. هنا بقى الكاستمر كنترول دوت عباره عن سوفت وير بس مش جي او اي، فلازم يعرف يعمل اكشنز او لازم يبقى ليه ميثودز معينه. الميثودز دي اللي هي ايه كرييت كاستمر، يعرف يعمل نيو كاستمر اوكي. لو ما يعرفش يبقى خلاص تبقى عنده مشكله، فانا كده بقول له هو لازم يبقى عارف ايه الاسهم اللي رايحه لاي اوبجكت، معناه هو لازم يكون بيعرف يعمل ايه. ساعه الامبلمنتيشن هقول للديفلوبر بتاعي اعمل لي هنا في الدايلوج بوكس دوت 1 2 3، واعمل لي هنا في الكاستمر كنترولر اعمل لي الجوب الاولانيه دي بس، مش هبقى محتاج غير كده من الدياجرام ده. في دياجرامز تانية ممكن تطلب حاجات تانية، بس انا هنا محتاج بس الايه الموضوع ده. طبعا هنا اكتر حاجة فيها زحمة قوي الكاستمر، الكاستمر جاياله جيت كاستمر اي دي، يعني كأنه ممكن اعرف الكاستمر اي دي بتاعه، ممكن اعرف الجيت نيم بتاعه، ممكن اعرف الادرس بتاعه، دول غالبا اللي هما بيسموهم الجيتس.
يعني اي اتريبيوت جواه ممكن اعرف الريترن الفاليو بتاعته. وكمان في حاجه اسمها كرييت، يعرف يحصل له كرييت، يعرف يبقى ايه يتبنى منه واحد ايه واحد جديد. وكمان جيت كاستمر ديتيلز، كاني برجع الديتيلز كلها مع بعضيها، فدي غالبا حاجه زياده اعرف اعملها. يعني كل بقى اوبجكت هشوف الاسهم اللي داخله عليه، وتبقى دي الميثودز اللي هو ايه محتاج ان هو يعرف يعملها، او يعرف ان هو ايه سيرفيس اللي يعرف يعملها. ممكن دلوقتي الاقي نفسي ان انا مثلا لما كنتش عامل الكنترولر هلاقي فيه فجوه، هلاقي نفسي واقف محتار، كاستمر فورم هتندى على اني كاستمر عندي، على الاولاني ولا التاني ولا التالت ولا الرابع. طب لو عايز تعمل نيو ازاي هتبقى ريليتد مع حاجه نيو جديده؟ فغالبا يعني زي ما بيقولوا كده هلاقي حته مفقوده، فما الاقي حته مفقوده معناه ان انا عندي كلاس ناقصه، فارجع بقى ايه على الكلاس دايجرام بتاعي اللي كنت عامله في الاول، اسميه الدرافت الاولاني، وارجع اعمل فيه بقى شويه موديفيكيشن، او اعدل فيه ايه اعدل فيه شويه حاجات زياده. وبعد ما اعدل فيه ارجع تاني اعمل الايه السيكونس دايجرام ده، اشوفه ينفع يبقى فولفيلد ولا محتاج ان انا ارجع مره تانية للايه للكلاس دايجرام بتاعي. فبالمنظر ده هيبقى في عندي اتريشن او لوب لحد ما الاقي نفسي ان انا الدنيا عندي اتظبطت، فساعتها خلاص هقول كده ايه كده تمام، كلاس دايجرام دي كده بقت كويسه، ممكن في الاتريشن الثانيه في الاتريشن الثالثه، وان الايه السيكونس دايجرام دوت كل الحاجات اللي فيها هتبقى فولفيلد بالايه بالكلاسز دي. تمام. طبعا يعني في ناس كتيره ممكن انا حطيت في ال LMS محاضره اسمها ديزاين ثرو CRC اللي هي كلاس ريسبونسابيلتي. فطبعا الطريقه دي كلاس ريسبونسابيلتي كارد، دي طبعا طريقه كان الواحد مثلا ايه يقول انا عندي ريسبونسابيلتي 1 2 3 ان كلاس هتعمل الكلام ده. فالفكره هنا نفس الموضوع اللي هو كاني بجيبه من الايه من السيكونس دايجرام. لو رجعت ورا هلاقي ان كل اوبجكت داخل له اسهم، ده المطلوب منه. فانا لازم لما اجي اعمل الكلاس يكون فيها الميثودز اللي تعرف ايه تحقق الاسهم دي، او تعرف تفولفيل الارز اللي داخله لها. كويس قوي. طبعا الريسبونسابيلتي فيها نوع، يعني حاجه بيسموه نوينج، اعرف بس، اللي هي كانها ريتيرنينج فاليو بس، وحاجه اسمها دوينج اللي هي كاني بغير الفاليوز اللي فيه، او يعني بالتر الفاليوز اللي فيه. فزي السيت والجيت يعني دي كانها بالناس اللي راجعت شويه الاوبجكت اورينتد، دي حاجه اسمها جيت، دي معناها نوع من انواع الفانكشنز اللي هي بستخدمها عشان تقول لي الوضع الداخلي ايه. يعني قيمه الاوبجكت جوه بكام، بيسموها جيت، او ساعات يسموها جيتس. وطبعا اللي هي بتغير القيمه او بتعدلها بيسموها سيتس. كويس قوي. طبعا في حاجه اللي هي اسمها فيرست كات، اللي هي زي ما بيقولوا القفه الاولى، اللي هي كاني مثلا اول محاوله ليا في السيكونس دايجرام بعمله، والاقي نفسي طبعا ان انا يعني كل السيكونس دايجرام مع بعضيها لازم تغطي كلاس دايجرام، ما ينفعش انسى كلاس والا ما يبقاش ليها لازمه، او كاني نسيت حاجه في اليوز كيسز. فغالبا الحته بتاعت السيكونس دايجرام والكلاس دايجرام مين فيهم ذاكر مين ومين فيهم نسى مين، ممكن توضح لي ان انا عندي قصور او عندي بعض الايه بعض المشاكل. فمثلا ممكن يبقى في عندي السيكونس اسمه ايه سيكونس دايجرام، وعندي كلاسز كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3، واعمل حاجه زي الماتريكس بقى، الماتريكس اللي هي كانها بتقول لي ايه كانها بتقول لي مين هنا ومين مش هنا، مين نسينا ان احنا نعدل القيمه بتاعته، مين نسينا نعمله نيو. فالحاجات دي كلها طبعا من الحاجات المهمه قوي، هنتكلم على الكلام ده اعتقد ممكن المره الجايه بسرعه كده ان شاء الله، على حاجه بيسموها كرود ماتريكس، يعني ماتريكس بين حاجتين كلاسز والايه والسيكونس دايجرام. لو انتم فاكرين دول ناونز، ناونز اللي هي معناها ايه اسماء، اللي هي معناها زي ايه الاوبجكتس بتاعتنا او القيم بتاعتنا، ودي فيربز الاكشن.
فانا يهمني قوي ان انا اكون ايه، ما اكونش نسيت حاجه، يعني مثلا كل الناونز تكون مستخدمتها، والا هبقى في حاجات ملهاش لازمه. الفيربز تكون ايه، تكون بتستخدم الناونز، ما ينفعش يبقى في فيرب هيحصل لوحده كده من غير ما يكون ناون هيعمله. فلازم الماتريكس دي تكون ايه، تكون على الاقل فيها قيم قدام كل سيكونس دايجرام، ويكون فيها الثلاث حروف دول سي وار ويو دي قدام كل كلاس دايجرام. يبقى انا الكلاس ده، كلاس دي مثلا سي واحد فيها مثلا سي هنا، فمفهوم ان سيكونس دايجرام 1 هو اللي بيعمل كرييشن لايه، للكلاس الاولانيه. سيكونس دايجرام مثلا 2 هو اللي بيعمل كرييشن لكلاس 3 مثلا، يعني يعمل اوبجكت جديد من النوع ده، زي مثلا ايه، اد نيو مثلا كاستمر مثلا، او اد نيو اوردر. فهمنا كده roughly speaking انا ليه محتاج ماتريكس، ليه محتاج الماتريكس؟ عشان اتاكد ان الفيربز والناون مكملين لبعض، او مفيش بينهم ايه، حاجه مفقوده او حاجه منسيه. هنتكلم في الحته دي بالتفصيل، بس الفكره ان انا عندي كونسبت اسمه الفيرست كات، يعني اول محاوله. لو الاول محاوله مش كافيه او فيها قصور، اي اروح اعدل في كلاس دايجرام بتاعي، ازود عليه الحاجات الناقصه. لما ازود عليه الحاجات الناقصه هرجع مره ثانيه واعمل السيكونس دايجرام الجديد، وهكذا لحد ما الاقي نفسي ما عادش عندي قصور خالص في الايه، في الفكره بتاعتي. طبعا تاني بقى، ده مثلا كانسل، عايز اكنسل اوردر معين، فهعمل ايه، الكليرك هيبعت ده الوصف العام يعني، او الوصف الجنرال اللي هو سيستم سيكونس دايجرام. الكليرك هي ايه، هي جاست بس ان هو هيبعت حاجه اسمها ايه، كانسل اوردر. طيب لو احب مثلا اشوف الكلاسز اللي انا هبقى محتاجها، فهبص معاك كده، دول كلاسز. اوكي طبعا انا عندي اوردر، دي المين بوينت او اللي هو الايه، تدور الاحداث حوالين الاوردر يعني. فغالبا لازم يبقى في عندي كلاس اسمها اوردر، ودي كلاس اللي هي الايه اللي هنا دي. طيب انا هتعامل مع الاوردر ده، هيبقى فيه كذا لاين، ففي عندي هنا حاجه اسمها اوردر ايتم، اللي هي كانها اوردر لاين يعني، وفي برودكت اللي هو كانه اللي هو الانفنتوري ايتم، او الايتم اللي موجود في المخازن عندي يعني. طبعا دول الكلاسز الاساسيه. اوكي طبعا هبقى محتاج مثلا اقول ان انا دفعت ما دفعتش، دفعت ازاي، ديليفر مش ديليفر. في حاجه اسمها اوردر ترانزاكشن، اللي هو كانه علاقه يعني الحسابات بالاوردر ذات نفسه، هيبقى ايه، بصله ازاي او فهمه ازاي. ممكن ادفعه على مرتين، مثلا ترانزاكشن 1 وترانزاكشن 2 ليهم دعوه باوردر 1، يبقى في عندي حاجه ليها دعوه بالتسليم الاوردر كماليات، ك يعني از فاينانس يعني، كماليات يعني ايه، من ناحيه الماليه يعني. فبالمنظر ده هبقى فاهم ان دي الكلاس الرابعه. طيب انا هبقى محتاج السيستم ده يبقى موجود عندي، ومحتاج اقول الاوردر ده والاوردر ده والاوردر ده. فزي ما اتفقت معاكم، هيبقى في عندي اوردر هاندلر، دايما لازم هو الايه اللي كونكت الاوردر مع اي ايه، مع اي حاجه موجوده. فلازم يبقى ايه اللي هو هيبقى موجود مثلا جوه الويندوز، او هو موجود جوه الفورمز. فبالتالي هبقى ايه، هبقى فاهم ان ده الوسيط للتعامل مع الاوردر، يعني اوردر كنترولر او اوردر هاندلر. هنا في نوع الكلاس، ممكن الكلاس ذات نفسها يبقى ليها نوع معين، معناها نوعها ايه، فنوعها كنترولر. انا ممكن اسميها كنترولر او اسميها هاندلر زي ما احب، بس هي نوعها من النوع اللي هو الايه، الوسيط بين الجي او اي والانفورميشن بتاعتي. تمام كده، دي الفيرست كات. حبان بقى المشاكل لما ابدا اخش في التفاصيل. فطبعا هنا هبدا اعمل، ها هبدا اعمل ايه، هبدا افرد الاربع كلاسز بتوعي دول، او الخمسه كلاسز دول على الايه، على السيستم بتاع. هنا الاكتور هيتعامل مثلا مع الجي او اي، وبعدين الجي او اي هيتعامل مع الهاندلر. فانا هنا يعني كاني نجلكت الايه، الجي او اي، فهبدا من عند الهاندلر. الهاندلر طبعا هيبدا يتعامل مع الايه، مع بقيه الحاجات، مع الاوردر، والاوردر يتعامل مع الاوردر ايتم. فغالبا هشوف اذا كان في حاجه ناقصه عندي ولا ما فيش حاجه ناقصه. فلو في حاجه ناقصه محتاج اعمل كلاسز جديده، ما فيش حاجه ناقصه تبقى الدنيا ايه، تبقى الدنيا تمام. طيب تعالوا نبص مع بعض. بعت كانسل اوردر، واوردر معين، اوردر رقم كذا مثلا، رقم 20،
فالهندلر هيروح يدور لي في السيستم بتاعي اوردر معين ويوصل لي الاوردر رقم ايه، رقم 20، وبعدين عايز الغي الاوردر بالتفاصيل بتاعته كلها بكل الاوردر ايتمز اللي فيه. فاللي هيحصل ان هو هيعمل ايه، هيعمل لوب اللي هي الحمراء دي، او سوري اللي هي الايه اللي مكتوب عليها لوب، اللي انا لو انتهى بالاحمر دلوقتي، وبعدين هيعمل ايه، هيبدا يابديت الكوانتيتي. يعني خلاص انا رجعت ده ورجعت ده ورجعت ده، فيرجع المخزون زي ما كان في الايه، زي ما كان في الاول. فغالبا هحتاج اعدل في الانفنتوري ايتم كمان. فهنا اللي هيحصل ان هو هيلغي اوبجكت هنا وهيعدل في الايه، في الاوبجكت دول. والكلام ده مش مره واحده بس، لا كذا مره، حسب اذا كان عنده كام ايه، كام لاين. يعني عشان ما نبقاش بنلخبط، ده اوردر رقم 20، الاوردر ده فيه شويه ديتيلز وفي تو لاين او تو لاينز بقى. واحد فيهم مثلا ان انا محتاج دي في ب 10 ايتمز، ومحتاج مثلا ايه، مثلا اي حاجه، مثلا زي ما كنا بنقول تي باكت مثلا، 3 منها مثلا. فغالبا لما اجي الغي الاوردر ده ايه اللي المفروض يحصل؟ اول حاجه المفروض اوصل له، فهوصل له عن طريق الرقم 20. ف 20 دي هوصل لها عن طريق الايه، الهاندلر، اللي هو كانه الاو اتش او الكلاس ده او الاوبجكت دوت، مرتبط بكل الاوردرز المختلفه، ويعرف يسيرش جواهم او يعرف يعدي جواهم واحد ورا الثاني. فهيوصل لده وبعدين يقول له الغي نفسك. طبعا قبل ما يلغي نفسه لازم يلغي الاطراف بتاعته اللي هم الايه، التي في والايه والتي باكت. ولما هيجي يلغيه المفروض ان هو يروح يعدل في التي في اللي هو في الانفنتوري بقى، يقول لي التي في هيزيد ب 10 لان انا لغيت ال 10 اللي كنت واخده، والتي بي والتي باكت هتزيد 3 لان انا لغيت اللي انا كنت ايه، كنت واخدهم قبل كده. فطبعا ده المنظر اللي بيحصل عندي. وكمان الفلوس، هرجع الفلوس او هغير الفلوس مره تانية، فهعمل ايه، كانسل للايه، للبيمنت. فدول الاربعه اللي هم هعدل فيهم، يعني الاوردر والاوردر ايتم والانفنتوري ايتم والايه والاوردر ترانزاكشن. في ناس هيحصل فيهم حاجات وفي ناس هيحصل فيهم حاجات تانية. يعني الراجل ده هيموت، هيمشي مع السيستم يعني، اوكي. دول كلهم هيموتوا واحد ورا التاني، اوكي. دول هيحصل فيهم تعديلات، هيحصل فيهم تعديلات، اوكي. طبعا بالمنظر اللي انا كاتبه ده غالبا هيبقى في عندي مثلا هنا لو ده اوبجكت، هنا هيبقى فيه 2 وهنا هيبقى فيه 2 وهنا هيبقى فيه 1. فغالبا الثلاثه هيمشوا والثلاثه هيتعدلوا. فغالبا ده اللي هيحصل يعني في السيستم بتاعي كايه، كفكره عامه يعني. فطبعا فهمنا كده الكانسل اوردر هتحصل ازاي. لو انا مثلا كنت اهملت مثلا حاجه معينه، مثلا زي ان انا الغي الاوردر ايتم مثلا، بلغي الاوردر وخلاص يعني، فالاوردر ايتم دي كانها هتبقى عالقه في السيستم يعني. هاخد بالي بعد كده لو بصيت على الماتريكس هلاقي مفيش حد بيلغيها، يبقى انا هفهم ان انا نسيت حاجه، فارجع اعدل في الكلاسز مره تانية او اعدل في السيكونس دايجرام بتاعي لاني نسيت خطوه اعملها. فبالتالي محتاج يا السيكونس دايجرام يتعدل يا الايه، يا الكلاس يتعدل. كويس. طبعا هنا الخطوات بقى اللي هي ايه، هناخد عند كل مسج جايه كانبوت يعني، ونشوف الانترنال مسج اللي المفروض تطلع منها. يعني كاني ده المفروض يطلع ايه، او لما انت تسمع الكلمه دي المفروض انت تعمل ايه كايه، ككلاس معينه يعني. فغالبا ده اللي بيخليني ممكن اعرف اعمل الرحله من الاول لحد الاخر، او من الشمال للايه، مش شمال يمين. يعني تيك اتش مسج ديتيرمين اتس اوبجكتيف، ايه الهدف منها. وعشان كده لازم تكون المسج ليها اسم يعني مش محير، يكون اسم واضح يعني ايه المعلومات اللي انا هبقى محتاجها، ورايحه فين المسج دي، رايحه اني كلاس. تمام. فكده يعني خلاص الواحد غالبا ممكن يعني ايه، يعرف يعمل سيكونس دايجرام بطريقه يعني كويسه، او يفهم سيكونس دايجرام مكتوب كويس. طبعا الواحد بيتخيل ان هو مثلا هيقول له مثلا سيف، هيسيف، ما فيش مجال مثلا ان هو يسيف ما يسيفش مثلا، او ما فيش مجال مثلا ان هو يقول له ديليت الريكورد والريكورد ما يحصلوش ديليشن،
ما بعملش انا الخطوات اللي ايه الخطوات دي هنا. فعشان كده الحته الاولانيه اللي هي بيرفكت تكنولوجي اسامبشن، يعني غالبا مش هيبقى في عندي مجال للايه للخبطه في هذا الايه في هذا الموضوع. بيرفكت ميموري اسامبشنز، بيرفكت سولوشن اسامبشنز، يبقى غالبا يعني مش حقيقي، مش هتخيل ان هيحصل حاجات غريبه او هتحصل حاجات مش مظبوطه يعني. طيب هنا مثلا عايز اعمل حاجه زي نيو فون اوردر، يعني كاني عايز اعمل اوردر باي فون، وغالبا ستارت اوردر، وهنا في يعني هنا بقى كرييت اوردر مش كانسل، فهنا كاني بكرييت الحاجه. فطبعا زي ما شفناها قبل كده بقى اللي هي ميك اوردر، يعني ستارت اوردر او ستارت سيل، لا كانت بين الكاشير والسيستم، بس هنا كانها من خلال التليفون يعني، فمش مشكله قوي الايه التفاصيل الدقيقه دي. المهم ان هو برضو عباره عن كذا حاجه بتحصل فحطهم جوه بوكس، ودي معناها اتريشن بقى، خلاص فهمنا. في الاخر خالص بعمل ايه، بعمل كومبليت اوردر، مفيش تفاصيل هنا لان انا بتعامل مع السيستم، ده الايه السيستم سيكونس دايجرام، فمفيش تفاصيل باينه الحاجات دي بتروح فين، ده بس كانه اللي هو الانتراكشن بيني وبين الايه اللي هو البينج بونج دايجرام يعني، فغالبا ده الايه التفاصيل بيني وبينه بس. طيب يعني لو انا بصيت هنا كده هلاقي نفسي ان انا مثلا عملت فيرست كات، هنا ايه اللي زياده عندي هنا؟ مثلا انا شفت كده ان انا في عندي اوردر هاندلر، فغالبا الاوردر ده بالكاستمر، خلي بالكم بالكاستمر، فغالبا الاوردر هاندلر هيوديني عند ايه، عند كاستمر، والكاستمر هيودينا عند الاوردر، فاعرف اوصل الاوردر بتاعي، اوردر ايتم، انفنتوري ايتم، برودكت ايتم، وكاتالوج برودكت. فطبعا يعني غالبا فتره بعد فتره هلاقي نفسي ان انا عندي الايه، عندي كلاسز جديده او كلاسز اضطريت احطها عشان البي بعض الايه بعض الحاجات المختلفه يعني. طبعا الفرق بين التلاته اللي تحت دول ممكن شويه ما بقاش واضح يعني، بس غالبا هنا في برايس وفي سبيشال برايس، فده اللي هو بيسموه كتالوج، يعني انت كانه مثلا ورقه العرض اللي بتشوفها مثلا، او عايز تشتري ده او تشتري ده او تشتري ده، ما فيهاش الانفنتوري، انما الانفنتوري دوت اللي هو جوه الستوك ذات نفسه، اللي هو بيقول لك ده في منه كام وده في منه كام وده في منه كام. فغالبا دي اللي هي اكشوالي يوزد، وحتى كمان فيها شويه تفاصيل اللي هي مثلا الكالر بتاعه، مثلا يعني مثلا في خمسه مثلا لونهم ازرق واثنين لونهم اصفر، هنا بيتكلمك بس ان في عندي برودكت بالنوع دوت، وفي منه مثلا الوان كلها على بعضها مثلا كذا، بس غالبا هنا ما بيخشش في التفاصيل، هنا دي حاجه كانها العرض بس يعني، ساعه الديسبلاي مثلا، ساعه ما الواحد بيحب يتفرج على حاجه ممكن يستخدم الكتالوج برودكت. طيب برودكت ايتم هتلاقي غالبا فيها شويه تفاصيل عن مثلا الايه الفيندور، وشويه ايه شويه ديسكريبشن، مثلا الناس مثلا تهتم مثلا بالصناعه او المصنع مثلا فين بلد المنشا، وكلام زي ايه كلام زي كده، انا عايز اجيبه من عند الفيندور ده، فدي معلومات خاصه بان الايه الفيندور مثلا كانه هو الفيندور مثلا بيعمل لي كتالوج مثلا، او بيقول لي دي الايتمز اللي عندي، فغالبا دي اللي هي زي الشراء او زي الايه اللي هي ان انا بشتري من يعني انا هنا مثلا كمحل او كسوبر ماركت متجر عندي كلاينت، عندي كلاينت او كاستمر، هو اسمه كاستمر هنا باين اسمه كاستمر معلش، وهنا في عندي فيندور اللي هو بيبيع لي الحاجات، فطبعا يعني الايه المورد بقى اوكي، فغالبا يعني الفلو بيمشي بالمنظر ده، الفيندور بشتري منه والسبلاير والسوبر ماركت اللي هو انا، وبعدين ببيع مثلا للكاستمرز او للكلاينت، فغالبا الثلاث حاجات اللي تحت دولت شويه يعني زي ما بيقولوا كده المخازن الخاصه بي انا كسوبر ماركت، البرودكت ايتم اللي هو ليه علاقه شويه بناحيه الفيندور، والكاتالوج برودكت اللي هو ليه علاقه شويه بان انا بعرض الايه المعلومات مثلا كايه للكاستمر يعني. فيعني ممكن مره بعد مره تلاقي نفسك ان انت محتاج تعمل فيو مختلف للكلاس بتاعتك، او الكلاس يبقى فيها
بعض الحاجات يعني بنستخدمها في مكان ما بنستخدمهاش في مكان تاني. كويس قوي. هنا برضو مثلا ان انا بتعامل مع سيكونس ديجرام فور فيرست انبوت مسج. هنا مثلا ان انا غالبا عايز اعمل اوصل لاوردر معين، فانا كاني بستارت اوردر، ببدا الاوردر يعني اوردر هاندلر بيروح عند الكاستمر دوت ويبدا يقول هنا بقى خلي بالك الكاستمر هنا غير الكاستمر هنا، دوت اكتور اوكي او ده كليرك موظف، في واحد كاستمر جاله او كلمه بالتليفون هنا كاستمر وهنا راح عند الراجل دوت وبعت له حاجه او اداله حاجه او كلمه بالايميل او بعت له اي حاجه مثلا بالواتساب. هنا الراجل ده دول بني ادمين اكتورز اوكي، وده داتا يعني بقول هنا ان انا بربط الداتا بتاعته بالايه مثلا بالاوردر ده، انما هنا دوت البني ادم كبني ادم يعني. فهنا لازم ابقى فاهم ان الكاستمر دي كلاس فيها مثلا بيانات الكاستمر، تاريخ ميلاده، اتعامل معانا قد ايه، بعمل له ديسكاونت ولا ما بعملوش ديسكاونت، انما ده الكاستمر ذات نفسه كهيومن يعني هو اللي هيتعامل مع البرنامج، انما هنا ده الداتا بتاعته. فلازم ابقى فاهم الفرق بين الكاستمر ده والكاستمر ده. كويس. طبعا خلاص فهمنا كرييت اوردر، انا هعمل اوردر كهاندلر واقول له اعمله لي للكاستمر ده، يعني ابعت للكاستمر اقول له اعمل لي ايه اوردر عندك اوكي، هيقوم بعد بقى ايه كرييت اوردر، وبعدين زي ما بيقولوا كده يحطه في مكان معين في اوبجكت معين يعني ان اوردر يعني دي الاختصار ان اوردر، وبعدين يرجع القيمه دي بعد ما عمل لها سيتنج او بعد ما عمل لها ايه بعد ما عمل لها كرييشن. طبعا كل واحده منهم تعرضت لايه يعني او حست بايه. هنا انا بتعامل مع الهاندلر، الهاندلر امرح ادى الموضوع للايه للكاستمر. اكاونت نمبر هنا غالبا بالاكاونت نمبر دوت عرف الكاستمر بتاعنا، الكاستمر الاولاني الكاستمر الثاني الكاستمر الثالث. فغالبا يعني المسج دي او البارامترز دي الرحله بتاعتها لحد ما اعرف اوصل للحاجه بتاعتي. يعني مثلا خليني بس معلش الحته دي اقول مثلا انا عندي كاستمر ده رقم 10 وكاستمر مثلا تاني خلينا نمسح دي وكاستمر تاني اللي هو مثلا رقم شكلها بتعيد نفسها تاني كاستمر تاني اللي هو رقم غير اللون يمكن ما زعلان كاستمر تاني رقم 20 وانا كبني ادم بقول له اعمل لي اوردر عند الكاستمر اللي انا شايف الرقم بتاعه اللي هو رقم 20 فبعت للهاندلر رقم 20 مع الايه مع اللي انا بقول له عليه. وهنا في عندي حاجه اسمها او اتش اللي هو الهاندلر، فالهاندلر طبعا هياخد ال20 ويفكر ده ولا ده، فغالبا هيروح لده لان ده رقم ايه ده رقم 20. بعد كده طبعا هيكريت نيو اوردر، يعني هيبقى في اوردر جديد هيتحط وهيبقى لينك طبعا مع الايه مع ال20 ده، وده مثلا اللي هو اوردر جديد اللي هو مثلا اوردر 1، ويكتب مثلا هنا في شويه تفاصيل مثلا ان هو كاستمر ايه كاستمر رقم 20. فغالبا دي الرحله اللي هتحصل يعني ال او اتش ده الهاندلر كانه كونكتد بكل الكاستمرز بس عن طريق الرقم اللي هو جاله او الفاليو اللي جات له هيعرف يوصل لده ولا يوصل لده ولا يوصل لده. احنا ممكن نبقى في مره غلطنا كتبنا ستارت اوردر بس ومش عارفين الرقم اوكي، فغالبا هلاقي نفسي ان انا واقع في مشكله، المشكله دي حبان حلها مثلا في الترايل الثانيه او في الترايل الثالثه، فغالبا هيبقى في عندي كذا مرحله لحد ما اعرف اوصل للنتيجه اللي هي الايه المظبوطه بتاعتي. طبعا هنا لو انا بصيت معاكم بقى ايه اللي بيحصل، لان انا هبدا اعمل اوردر لاينز او اوردر ايتمز بقى، وهبدا طبعا املى التفاصيل بتاعتها، وزي ما احنا شايفين كاني بتعامل مع ثلاث انواع كتالوج برودكت اوكي، برودكت ايتم
وطبعا ايه انفنتوري، ايه انفنتوري ايتم. طبعا يعني غالبا هقول لواحد هات لي البرايس بتاعه، اوكي، اللي هو الايه الكتالوج برودكت، اوكي، وهقول لواحد مثلا هات لي الديسكريبشن بتاعه، مثلا ده الاصفر ولا الازرق ولا الاخضر، وهقول للتالت ابديت الكوانتيتي اللي هو الستوك اللي هو الانفنتوري. فكل واحد فيهم كانه زي ما بيقولوا ليه مهام معينه او ليه تفاصيل ايه معينه، اللي هم الثلاثه اللي كنا شايفينهم تحت، اللي هم مش ايتم وخلاص، لا ايتم بغرض ايه يعني. فغالبا ده المنظر الايه المنظر العام. بعد ما عملت الاوردر بكل الاوردر ايتمز اللي جواه، طبعا الحته دي معناها انها ايه بتتكرر، هتبقى الدنيا بالنسبه لي بقى تمام، ويرجع الاوردر يرجع الريزلت بتاعته بقى للايه تاني بقى عندي للايه للسيستم، ايه للسيستم بتاعنا ككل يعني. ففي بعض الاحيان ممكن يبقى في عندي بوكس، ممكن يبقى في بوكس جوه بوكس، لو في حاجه بتتكرر جوه يعني كانها لوب جوه لوب يعني. فلازم الواحد يبقى فاهم شويه الرسومات ممكن يكون معناها يكون معناها ايه. تمام كده. طبعا غالبا بكتب لوب فور ايه، لازم ابقى موضح يعني اللوب دي بتتكرر بالنسبه لايه. فممكن في الكورنر بتاع البوكس اكتب مثلا لوب فور اول ايتمز، كل الايتمز اللي موجوده في الاوردر دوت هقعد انفذ الكلام ده بالنسبه لها كذا ايه كذا مره. طبعا الراجل ده هيطلب كذا حاجه، فهو السكند انبوت بتاعه ان هو بيدخل مثلا انا عايز 20 من ده و30 من ده و50 من ده، فبيدخل جوه نفس الايه جوه نفس الجي او اي. هنا الجي او اي مش كاتبه، بس الهاندلر برضو هيرجع تاني لنفس الحاجه اللي واقف عليها، لان هو فتح اوردر وبيكتب جواه، فواقف جواه مش هيعمل سيرش من اول وجديد يعني. اول حته دي بيعمل سيرش بالكاستمر، تاني حته خلاص هو واقف عند حاجه معينه وبيبدا يكمل عليه. فدي الفكره بس اللي هي بتاعه الفيرست اند سكند انبوت مسج يعني، عشان لو مش واضحه لحد فينا يعني. طبعا لو انا بقى هبدا اكتب الموضوع كله، ممكن ان انا يعني اكبر الموضوع. طبعا هنا في الاخر كومبليت اوردر، خلصت الاوردر بتاعي، ايه اللي هيحصل بالتفصيل؟ هيبقى في اوردر ترانزاكشن، هيحصل له كرييشن. فغالبا دي كلها عباره عن ايه، عن كام كلاس، اوردر ترانزاكشن وثلاثه هنا وايه واربعه هنا، يبقى ثمانيه كلاسز او ثمانيه اوبجكت من نوع الكلاسز المختلفه دول. فغالبا دي الايه دي الفكره اللي انا هبقى فاهم ان هو كده بقى كومبليت ولا ما بقاش كومبليت. اعتقد ان احنا هنقف هنا. الجزء بتاع الكوميونيكيشن دايجرام شبه السيكونس دايجرام مع اختلاف بسيط خالص، اللي هو مش هيبقى في عندي التايم نوتيشن. التايم نوتيشن مش هيبقى واضح قوي هنا، لان التايم نوتيشن دوت كانه فيرتيكال لاين. هنا عندي اللي مرسوم ايه اكتور واوبجكت الاولاني والاوبجكت الثاني، وفي بينهم خط معناها ان ده بيتعامل مع ده او ده بيبعت لدوت مسج. فالمسج واضحه سهله قوي بين ده وده، وترتيب المسج هيبان عن طريق الارقام يعني 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4. تفهم ازاي اوبجكت 1 مثلا هيرجع قيمه بعد ما خد مثلا ريزلت من ايه من اوبجكت 2، كانه بيروح يسال اوبجكت 2 ويرجع يقول للايه للاكتور بتاعه. طبعا لما الدنيا بقى بتبدا تكبر شويه يبقى في بدائل، يعني لو الستوك كافي او لو الستوك مش كافي. الدياجرام ده غالبا بيبقى شكله ملخبط او بيبقى شكله يعني مش كويس، فغالبا التايم سيكونس دياجرام بيبقى افضل بكتير في ناحيه اللي هي الكومبلكس سيستم. لما يبقى السيستم فيه انتر اكشن كومبلكس يعني، يبقى التايم سيكونس دياجرام هيبقى افضل ايه افضل بكتير. تمام. يعني كده في الاخر مثلا هلاقي نفسي ان انا هبدا املى الحتت دي اللي هي ثالث حته، اللي هي مثلا ان انا ايه ابديت كوانتيتي. طبعا بس حته بسيطه بس اللي هي دي هنا ابديت كوانتيتي اهي. ابديت كوانتيتي هحطها لكلاس اسمها انفنتوري ايتم. يبقى انا ايه حاجه هنا كده في الاخر هفهم من الدياجرام بتاعي انا محتاج احط مسج ايه، احط سوري مسج ايه لكل ايه لكل كلاس عندي. فبالمنظر ده دي الريزلت اللي هيفهمها الايه اللي هو الديفلوبر. الديفلوبر هياخد ديزاين ويبدا يتنفذ منه، مش هيقعد ينجم او يقعد يفكر انا هعمل كذا ولا هعمل كذا،
فغالبا انا بلم له هنا في الدياجرامز دي ايه اللي ممكن يحصل، وهو بقى يبدا يمبلمنت الحاجات دي ايه كلها. طبعا هنا بقى بعد ما ضفت اللي هم الاربعه دول والعلاقات مع بعضيها ممكن تبقى عامله ازاي، فده كانه بقى الايه يعني اللاست كات مثلا من الايه من الكلاس دياجرام بتاعي ممكن يبقى شكله بالمنظر ايه بالمنظر دوت. فغالبا ده الايه ده الشكل اللي هو الايه الشكل العام او الشكل اللي هو التفاصيل النهائيه بتاعتنا يعني. تمام كده، فاعتقد يعني الدنيا واضحه دلوقتي. انا بس هنخلص وهعمل ريكوردنج.